والآن راح نشوف كيفية تسجيل الدخول. راح نحط الرقم، إما أن يكون رقم الطالب الشخصي أم رقم إحدى الأبوين. هذا هو الرقم، انطلق. من ثم راح يدزون كود حق الرقم الخاص الذي نحط، وهذه الحركة راح تثبت لي أن أنا كل مرة أنا اللي قاعدة أدخل، ما حد غيري قاعد يدش. راح تفتح لي هذه الصفحة الرئيسية، وراح تظهر لي الاشتراكات، إما المفعلة أم المنتهية. طبعا ما عندي أي اشتراكات منتهية مؤخرا مثل ما هو واضح، وسوف أضغط استكشاف المواد. استكشف المواد، راح نشوف المرحلة المتوسطة في البداية، الصف السادس. هناك طبعا باقة الصف السادس، أضغط عليها وأشوف أن هناك اللغة العربية وإنجليزية، علوم، رياضيات، اجتماعيات والإسلامية، 6 مواد. راح تكون 3 أشهر 150، شهر 50، و4 أشهر 200 دينار. طبعا هذه أسعار رمزية جدا، لأن لو أنا أقدر أحط حق مثلا العلوم والرياضيات والإنجليزي مدرس خاص مدرس خاص مدرس خاص، أتوقع راح يطلع علي دبل السعر. وهذا يتيح لنا جميع المواد 200 أم 150 دينار، سعر جيد جدا. خلنا ننتقل الحين ونطلع من المرحلة المتوسطة ونختار المرحلة الثانوية. خلنا نشوف الصف العاشر ونشوف هذه الباقة مالت الصف العاشر ما يتيح لنا. طبعا يتيح لنا الصف العاشر 10 مواد، وهناك توفير لغاية 80%. ولأتعرف على الباقة وأختار الاشتراك، أن هناك 10 مواد، 3 أشهر 150 أم 200 دينار. هنشوف أهم مرحلة وهي الصف الثاني عشر، أن للقسمين أما العلمي أما الأدبي نحتاج إلى باقة القدرات. هناك قدرات الإنجليزي والعربي والرياضيات لدخول جامعة الكويت. طبعا خنشوف هذا الاشتراك، إنه 60 يوم أم 30 يوم أم 90 يوم. بختار أنا، أحس الأفضل إنه 30 يوم. أضف إلى قاعة الاشتراكات وأضغط باك، وأشوف أنا الحين المرحلة اللي أنا أبي أختارها، أما باقة الأدبي أم العلمي. سوف أضغط باقة العلمي، وهناك 9 مواد. سوف أضغط الاشتراك، إن أبي شهر واحد، 3 أم 4 أشهر. طبعا بختار هذه 4 أشهر، لأن 200 دينار تقريبا 9 مواد، يعني المادة الواحدة تقريبا تي 20 دينار، وأنا أشوف هذا الشيء حيل زين. مثل ما طلع لي إن الإجمالي 240 دينار حق الصف الثاني عشر، إني أنا أختار باقة العلمي وباقة القدرات لمدة كورس كامل 240 دينار. هذا أمر جيد جدا. الحين بشوف إلى الدفع ماذا يظهرني. طبعا هذا هو صفحة الدفع، مثل ما نشوف يطلع لنا الصفحة مثل ما أنا أطلب أي شيء بأونلاين. أختار البنك، ومن ثم أحط الرقم الصرف، ومتى تنتهي، والرقم السري. يكون حيل سهل مثل ما نطلب احنا اي شيء متعودين عليه. نضغط باك،